بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. بنستكمل عرض الستايلز بتاعت السي ان سي تيرن سنسر، وما زلنا مع التوين سبندل هوريزونتال. بيقول لي some two spindle turning center have opposing spindle commonly called sub-spindle turning center. انا نشوف النوع ده ونشوف بيشتغل ازاي. ادي بيقول لي ادي عندي المين سبندل، يبقى انا عندي تو سبندلز. ادي المين سبندل وادي السب سبندل، وادي هنا المين سبندل ترت والسب سبندل ترت. تعال نشوف الاكسيز اللي بتتحرك فيها المشين. لو شفنا الاول المين سبندل هنلاقي برضو عندنا الاكس اكسيز، برضو في عندنا الاكس ماينس وفي الاكس بلس. لو التول بيتحرك towards the axis of the workpiece يبقى الاكس بالماينس، لو التول بيتحرك away from the workpiece يبقى الاكس بالبلس. نشوف الزد اكسيز نفس الكلام، في زد ماينس وفي زد بلس. if the tool moving toward the chuck يبقى x minus، if the tool moving away from the chuck يبقى الزد بالبلس. كل الكلام ده على المين سبندل. هل السب سبندل ليه نفس الكلام؟ نعم، هنجد ان السب سبندل نفس الكلام في x axis which control the diameter and z axis which control the length. فبيقول لي هنا اني انا عايز اعرف طب ايه الفرق بين اللي هي السب سبندل تيرنج سنسر والماشينز او التوين سبندل فيرتيكال هورزونتال اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه. قال لك تعالى هنا، ده الماشين دي فيها ميزه حلوه قوي، الا وهي اني انا بقول لك ان انا اقدر اشغل الورك بيس بتاعتي دي، اقدر اشغلها من الناحيتين، من هذا الاتجاه ومن الاتجاه الاخر. طب ازاي ده هيتم؟ فبيقول لي this kind of machine can machine both ends of the same work piece in one cycle. مش محتاج اني انا اطلع من السايكل اللي انا شغال فيها. فبيقول لك ادي اول حاجه، شوف هنعمل ايه. خلصنا الجزء، خلصنا الورك بيس في هذا على المين سبندل، فبنعمل ايه؟ بيقول لك شوف بقى تعالى كده، بيقول لي اول حاجه هعملها ايه؟ ماشين فيرست هاف خلصناه، خلاص انتهى. فهعمل ايه؟ هاجي اقول ان هنا بيحصل ان السب سبندل زي ما انت شايف حصل له ايه؟ اكستند. اكستند ليه؟ عشان يعمل كلامبنج للورك بيس. ودي هنا اوبن الجزئين، الفكوك بتاعت المين سبندل دي بتتفتح، ودي يعمل كلام بالسب سبندل وياخد الشغلانه. ويقول لك ايه بعد كده النمر الثلاثه اهو لك معايا، السب سبندل ريتراكتس يرجع تاني في مكان. طب وبعد كده يحصل ايه؟ تبدا السب سبندل تارت يبدا يعمل عمليه ايه؟ التشغيل للاتجاه الاخر من الورك بيس. ودي اهي يقول لك اهي ماشين سكند هاف ان سب سبندل. وبكده نكون خلصنا هذا الجزء، ونراكم ان شاء الله في مقاطع اخرى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.